أهلا بالشيخ، أهلا أهلا. السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا ومرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا، من وين جناب الشيخ؟ أنا أول مرة أتصل بكم. يا هلا بيك، من وين جنابك؟ محمد من اليمن. من اليمن، يا هلا بيك. سني من ابن عائشة. والله كنت بس أريد أن أهتدي كنت وأنطق بإذن الله. بمتابعتي لك تابعت كثير فيديوهاتك وكذا، أنا شفت أني عاوز خلاص أهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، أتوب. يعني أنك توصلت إلى أن عائشة امرأة منافقة؟ بمتابعتي لفيديوهاتك وكلامك المفصل على عائشة أردت خلاص أنني يعني أعلن هدايتي عبر البث المباشر، فكيف يعني نطق الشهادتين وكذا؟ يعني أنت توصلت إلى أن عائشة امرأة منافقة؟ نعم، عبر فيديوهاتك توصلت إلى معلومات كثيرة قلنا عنها يعني نجهل وكذا، فلو تنطقني يعني الشهادتين. يعني أنت أنت توصلت. مشكور يا شيخ. طيب، ما هي أكثر رواية صدمتك عن عائشة؟ الرواية التي ذكرتها يعني نزل رجل بعائشة، طيب، هذه الرواية وماذا اكتشفت منها؟ اكتشفت يعني أن في الأمر شيء، يعني فيها شيء، أقل شيء يعني. أقل إيش؟ أقل شيء؟ يعني أقل شيء في الأمر ليس يعني مضبوط، كما قال يعني ما هو مضبوط. ما هو مضبوط؟ يعني عملت حرام؟ بلا شك هذا يعني والله يعني استفدنا حقيقة كثير من البيان الذي بينته لنا، أسأل الله أن يكتب أجرك يا شيخ. يعني أنت تعتقد الآن أن عائشة عملت الحرام مع الرجال؟ والله نزول الرجل بذاته يعني أمر غير يعني غير صحيح وغير شرعي، هذا النزول بنفسه. فأنت الآن كيف ينزل عليها؟ تعتقد كيف ينزل عليها؟ فأنت الآن تعتقد أن عائشة عملت الحرام؟ نعم بلا شك، العمل هذا النزول وكذا هذا كله مما لا يرضاه الشرع الذي درسناه وتعلمناه، كل هذا ما ينضبط معه يعني مع المنهج السني اللي درسناه. فأنت تبرأ إلى الله منها؟ بلا شك يا شيخ بلا شك، والآن أريد أن أهتدي وأعلن توبة. أنك تبرأ منها؟ لا تنش... أه؟ عفوا؟ نعم نعم نعم، كما لقنت الآن قبل شوية لقنت الشهادتين لواحد طيب الجزائري، أنا كمان أبغى أتلقى الشهادتين بإذن الله.